عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اليوم سنتكلم عن اسم من أسماء الله، الأسماء العظيمة، هو اسم اللطيف، اسم معروف بقضاء الحوائج بسرعة. من يداوم على اسم لطيف تقضى حوائجه بسرعة. معروف باستجابة الدعاء، ومعروف بكشف العوالم، العلوم، علوم تأتيك علوم. من يداوم على هذا الاسم تأتيه علوم، أو يأتي شخص يعلمه، أو تأتيه علوم لأنه يداوم على هذا الاسم، ويعرف بإذن الله أشياء لا يعرفها الناس. أعرف ما يضمره الآخرون، يعني ما يقوله الآخرون عليك، يأتيك إما عبر الرؤيا أو تسمعه بأذنك على حسب اجتهادك مع هذا الاسم. والاسم يسمى، أن أسميه اسم، أسميه اسم المنقذ. هذا الاسم ينقذك من أي ورطة كنت فيها، كنت في سجن، كنت في خارج السجن، مشاكل، كنت في قلة المال، كنت في مشكل. هذا الاسم معروف يا إخوتي، معروف، ويقولون المشايخ يوميا. أنا أقول لكم كل اسم أقوله في القناة أرجوكم اربطوه بالاستغفار. مثلا هم عديد من الناس تقول ممكن أن تذكر يا لطيف، ولكن من الأحسن أن تربطه بالاستغفار، أستغفر الله اللطيف وأتوب إليه. من الأحسن أن تربطه بالاستغفار، أستغفر الله اللطيف وأتوب إليه. يقوله 129 مرة يوميا يسهل الله أموره ويكشف له العوالم، ولكن يجب أن يوميا. إذا الأكبر هو 7300، يعني 7300 هذا عدد أكبر لهذا الاسم، تذكره يوميا مهما كان شيئا تريده بإذن الله، ولكن يكون فيه خير، يقضى إليك بإذن الله. ولكن أقول لكم هذا العدد جد صعب، 7300، ربما الإنسان لا يستطيع وصوله بالاستغفار. ممكن أن تقول كما قلت، لكن ممكن أن تذكره كما قلت 129 مرة بالاستغفار، أو تداوم عليه بعدد معين أو بدون عدد مفتوح، فستنتج من ثمرات. ولكن يا اخوتي يجب ان تركزوا على شيء ما، يجب الاستمرارية يوميا. مثلا لما تريد ان تذكر هذا الاسم اللطيف واسم الله تذكره يوميا، وتبدا ترى الاشياء تتغير حولك. يعني بعد 3 ايام، 48 ساعة، يبدأ أشياء يتغير حولك، مناماتك، يبدأ تكشف لك البصيرة. من كشف البصيرة اللطيف، اللطيف من يداوم اللطيف يكشف له البصيرة، تكشف له البصيرة ويرى الأشياء، يرى في المنام ويرى، أو يراها وهو مستيقظ، يعني على حسب طاقة الإنسان وعلى حسب رغبة الإنسان. النصيحة التي أقول لكم هي أن مداوم على أي اسم، وهذا الاسم أيضا بالاستغفار، أستغفر الله اللطيف وأتوب إليه فقط. هذا كل شيء، وأتمنى لكم الخير وإلى اللقاء.